أي مواطن لبناني مخلص. عظيم. أنا بدي استفيد منك بأسئلة بالمعلومات اليوم. هل صحيح أنه اليوم السعودية وعبر السفير البخاري أبلغت البطرك الراعي صراحة بأنها ترفض ترجيح سلامة فرنجية؟ شوف يعني السعوديين ما بياخدوا يمكن مواقف هيك قاطعة وحاسمة. يعني هذا المنطق الدبلوماسي هيك بيقول، وما بفتكر أنه في إبلاغ بقبول أو برفض لهذا الاسم أو ذاك، بس أنه واضح مما رشح من اللقاء الخماسي اللي صار بباريس واللي يمكن يصير جزء الثاني قريبا، أنه عم بيقولوا نحن في جزء من الشعب اللبناني يناصبنا العداء، في جزء من الشعب اللبناني عم بيأذينا مباشرة وعم بيأذي مصالحنا داخل السعودية وخارج السعودية. أي رئيس لبناني يكون نتاج هذا الفريق بطبيعة الحال لا رح نتعاون معه ولا رح نأيد وصوله ولا رح يعني نكون راضيين عن وصوله. هلأ شو بدهم يعملوا هذا موضوع هن يعني بحركتهم الدبلوماسية هن أحرار أنه يعملوها. وبكل الأحوال ما يعنينا اليوم يا أستاذ رامز هو أنه يوعى الشعب اللبناني أنه في مشروع أصبح خطر جدا على وجودنا يتهدد وجودنا. هذا المشروع ما بدنا نعمل قتال داخلي من أجل وقفه، بس نحن بما نمثل داخل التركيبة السياسية نواجهه بالمؤسسات الدستورية، نمنع تمدده ونمنع إطباقه على لبنان، وأنه نجعله هيك أداة تفاوضية بإيد إيران بحوارة أو بخلافة مع الدول الغربية. عم نشوف هلأ شو عم بيصير بالتخصيب والمشكلة اللي عم بيصير بالتخصيب اليورانيوم هل يراهنون برأيك الفريق الآخر اليوم عم نشوف ترشيح الوزير سليمان فرنجية هو مراهنة على إمكانية تقارب ما بين السعودية وسوريا بعد المشاورات الحاصلة؟ تقلك واضح يعني هيك قراءة بسيطة للطريقة التي يتعامل بها حزب الله بالسياسة بلبنان من فترة لليوم، أنه هو خي عطول يطلب الأكثر ويحاول أن ينال الأكثر، يعني بيرشح سليمان فرنجية كحزب سياسي وبيشتغل يعني بكل قوة وبكل إخلاص لإيصال إما ميشيل عون بال 2016 أو ربما سليمان فرنجية بال 2022. شو بيختلف؟ أنت عليك كفريق مناوئ لهذا المحور ولهذه السياسة ولهذا النهج أنك توقف في وجهه، لأنه إذا ما وقفت في وجهه لح يحصل على بده إياه. ونحن كيف عم نوقف في وجهه؟ ما عم نقول له أنت منك لبناني ونحن ما بنعترف فيك وبدنا نعمل طلاق نحن وياك أو بدنا نروح نقاتلك. نحن عم نقول له حقنا مثل ما أنت حقك توصل لسليمان فرنجية، حقنا وعنا أسبابنا وعم نشرحها للرأي العام، لأنه في نموذج جبت لنا إياه بال 2016 خرب لنا حياتنا. طيب ليش ما بتنزلوا يوم صار في مرشح سليمان فرنجي وفي مرشح اسمه ميشيل معوض، تنزلوا على مجلس النواب واللي بيربح بدك خليك قدام اللبنانيين يتحمل هالمسؤولية بخياراته السياسية. بدك تقنع الرئيس بري. طيب انا عم بحط فرضا الرئيس بري رح اذا دعا لجلسة، بدك تقنع الرئيس بري اذا دعا لجلسة اليوم تنزلوا وبينتخبوا اليوم لكل حادث حديث. لكل حادث حديث.